إذن القرآن تشرد هي قصص الأنبياء في القرآن وقصص الأنبياء في الكتاب المقدس تصور مجتمعات. برأيكم في نبي لم يتجلى معه لم تتجلى معه الحرية من الموت؟ شو رأيكم بيونس؟ مو بلع الحوت؟ وفاة البحر؟ دخيلكم شو هو الخطر الأعظم في الدنيا؟ وأعتذر من آل يونس ما يفزعوا، بالعكس ليش بيشجعونا؟ حتى سيدنا المسيح كان يتشجع بيونس ابن أمتاي يقول آية كآية يونس، غاب ثلاث أيام ورجع وأنا أغي ثلاث أيام وأعود. أقصد ما في خطر أكثر من مين؟ واحد بلع الحوت وراح في البحر لحقوا بقى بتقوسوا للحوت تقتل النبي اللي إذا هو في خطر دائم فعلا. ومع ذلك لقد خرج من بطن الحوت وتصادق أو تبنته اليقطينة وكان الذي كان ورجع إلى 100,000 أو يزيدون وصار نبيا منتصرا وقريته لم تهدم. إذا معناها خرج من الموت، هذه حرية من الموت، حرية اجتماعية. رهيب، شو رأيكم؟ أوقدوا له نارا عظمى ورموه بها النار، ومفروض النار عم تحطم أعضاء إبراهيم كما تحطم الحطب، ولكن النار صارت على إبراهيم بردا وسلام وخرج إبراهيم منتصرا. والمشاكرة يا إلهي ما أعظم ربنا، ما أعظم ربنا، أعظم. بل أحيانا تحكي بالعامية لتحسبوا لوزن العامية، أحيانا تحكي بالفرقة نعم. أقول مشاكرة الله للمدعين أن إبراهيم وزوجه سارة شبه عقيمين، يعني بالعقم بدت سارة وبلغوا عمره فلان، هيك مشاكرة. أول شيء طلعوا من النار بردا وسلام ما احترق، وثاني شيء أعطاه 20 نبي من ذريته. هلا أنبياء القرآن 25 نبي، 20 نبي منهم ذرية إبراهيم. هذا الرجل الذي احترق إذا تجاوز الموت، خرج من الموت، هذه حرية من الموت. وجميع الأنبياء على السواء، وجميع الأولياء، وين أبو الأولياء اليوم اللي شفناه بالنادي أبو غازي؟ كل الأولياء بيبينوا علينا مغلوبين أحيانا، لكن بيخرجوا منتصرين بعد الموت. إذا الحرية من الموت عند كل الواثقين بالله. إمام الجواد ابن الإمام الثاني ابن الإمام الرضا الفول، الثقة بالرب تعالى ثمن لكل غال وسلم لكل عالم. فقط توكل عليه، فقط قل له أنا وثقت بك يا أخي، بس أنا وحياة الله ما أتردد أني واثق بكم، خلصنا خلص. يعني هلا متعجب انه سيدنا عيسى بيقول انه والله هو عجبته بلقيس، مو على سبيل ال مو على سبيل الاتهام، فيك بصحتك يلا. وانا فيني هيك بدي اصرف، ما بعرف اذا كان فكره صح. راح جرب امامكم اشرب قليلا من الماء على نيه، نيه نقول بها للقبول. اللهم صل على محمد وال محمد. ومن كان يشكو في جسده شكوى، يا الله صل على انبيائك وعافه من شكواه. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن كان يشكو في بيته أو مجتمعه أو عالمه أمرا، فصل على محمد وآل محمد وعاونه على تجاوز هذا الهم، هذا الغم الذي يعاني من أجل ابنته أو ابنه أو زوجته أو حارته أو بيته أو عالمه. اللهم عاون هؤلاء على التجاوز. فكرة الهم
بدها فهم. الفهم شو هو الفهم؟ الفهم إذا كنت ماني قريان لحالكتاب مرارا وتكرارا، وهذا أيضا ما كنت أجرؤ أبدا على أن أقول لكم أنا هذا هيك الكتاب بدقيقة، بس لقد سبحات في دماغي مرارا وتكرارا، وعرفت أن القضية كلها هذه هي. الحمد لله رب العالمين، من الجنة والناس الله خلق السماوات والأرض، ومن أجل أن نتعامل مع الماء بفكر. عيسى ابن داود ابن إبراهيم، أولا وأخيرا ابن إبراهيم، ما في عيب أبدا. بتقولوا لي كمان أنت بدك تغيب علينا مسألة، هو ابن الله شو؟ ما أسعد علي ما بيغيب شيء على أحبابه، لكن يرجوهم دائما وأبدا، مثل ما علمنا سيدنا دكتور أحمد عمران عمل كتابين لك، اثنين كتاب، القرآن والمسيحية، ما هي؟ حطهم بالميزان. بعدين التلاقي المسيحي الإسلامي. أقول إذا تأنينا بالقراءة، أبونا صافيتا ولا صافيتا؟ شوف صافيتا. ليك أنا دعيت لكم وليش غبت يا إلهي؟ ليش؟ ليش ما حد منكم كان يقول لي طيب اشرب؟ لا هلا أنا دعوت الدعوتين. لأنه لا أنا بعتقد، هذا كان امتحان جديد. تقول لكم أحياناً بيكون عم بيفكر بالآخرين، بس بيفكر بالآخرين بينسى. وفعلاً أنا نسيت، ما مش عن قصد، بس هلا لا صار بدي اشرب. بسم الله.